دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس إلى تعزيز التشريعات لتكون المساعدات الأمريكية مخصصة إلى الأصدقاء فقط، وأشار خلال خطابه أمام الكونغرس إلى القرار الذي اتخذه بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية، قائلا إن أمريكا قدمت أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات لدول صوتت ضدها أو ضد قرارها في الأمم المتحدة، متوعدا بأن تكون هذه الأموال فيما بعد لدول تخدم المصالح الأمريكية. سيادة السفير، ما تعليقك على التهديدات الواضحة من قبل ترامب تجاه الدول المعارضة لقراره بشأن القدس؟ الدول لم تعارض القرار الأمريكي، الدول وقفت في إطار العدالة والشرعية ومساندة الحق العربي الفلسطيني الذي تدعمه الشرعية الدولية منذ نشأة دولة إسرائيل، والوطن الفلسطيني هو محل اهتمام دولي. المشهد اليوم في بروكسل والسيد سامح شكري في هذه يعني الكوكبة من الدول الأوروبية كلهم يعلنون عن دعم الوطن الفلسطيني وعاصمته القدس الشرقية. فإذا كانت تهديدات الرئيس ترامب قد تنال من دولة أو أخرى، مصر في القلب من استراتيجية تحقيق الاستقرار في المنطقة، فإذا كانت الولايات المتحدة بالفعل تنشد تحقيق الاستقرار في المنطقة فعليها أن تتفاعل مع المطلب المصري وعليها أن تتفاعل مع المطلب الدولي، وطنين دولتين يعيشان جنبا إلى جنب، دولة فلسطينية عتيدة وعاصمتها القدس الشرقية. الولايات المتحدة تبدأ في جني خسائرها الاستراتيجية إذا ما ابتعدت عن عملية السلام، إذا ما ابتعدت عن التواصل مع الشرعية الدولية. وأنا لا أعتقد أن دول بمكانة مصر ومكانة العديد من أصدقاء الولايات المتحدة يؤثر فيها قروض أو مساعدات، ولكن يؤثر فيها الالتزام بالشرعية. حديث الرئيس اليوم عن العدالة وتحقيق أهدافه أمر أيضا يتصل بالولايات المتحدة. المنطقة في حاجة لمواجهة الإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي القلب منه القضية الفلسطينية. اختتم